تيتا نص وليس تيتاني. تيتاني غير التيتانوس. تيتاني بالواي اللي هو ايه؟ deficiency of calcium. يبقى في deficiency of calcium. نتيجة ممكن البلطة يكون فيها ديزيز او مفهوم؟ لكن ده infection. ده ديزيز. ثاني حاجة عليها كوليستريديا بير فرنجز. ولاقي بعد كده كوليستريديا بوتيولاينا. بوتيولاينا. واخر حاجة الاقي كوليستريديا ديفيكيل. يبقى بتحتوي على اربعة سب جينس. وفي داخل السب جينس في تايبس. يعني مثلا ده الاقي 10 سيرو تايب. ده الاقي 5 مثلا. ده ممكن الاقي فيها 7. وده الاقي فيها 3. كله سيرو تايبس. كلهم يجتمعوا تحت كلمة ايه؟ كوليستريديا. لو جيت للشكل بس قبل ما اقول القصة دي. مجموعة الكوليستريديا احنا متفقين من الاول انه الفاريونس فاكتور يا اما ستراكشر يا سكريشن كده؟ يا اما الاثنين. كلهم يجتمعوا انه عادة هنا سكريشن. يبقى بيديني ايه سكريشن؟ نتيجة توكسين وانزايم. يبقى الفاريونس فاكتورز هنا ليس شيئا في الاستراكشر. زي الحاجات اللي كانت في الباسيلس انسرس انسراسس مش كده؟ اتكلمنا امبارح على الاستراكشر والسكريشن. لا هم هنا يجتمعوا كلهم فين؟ سكريشن. في السكريشن. بمعنى ايه السكريشن؟ يعني بيدوني في الاخر ديزيز اسمه توكسيميا. توكسيميك وليس توكسيميك. توكسيميك ديزيز وليس ايه؟ سيبتيميك. وليس سيبتيميك. وده اطلع منها بمعلومه. المايكرو اورجانيزم ما يبقاش موجود في البلاط. صح ولا لا؟ صح. ما يبقاش موجود في البلاط. يبقى البلاط هاز نو رول. بلاط كالتشر هاز نو رول ان دايجنوزس. لو اخدت عينه وادور على حاجه مش هلاقي ايه؟ حاجه في البلاط. يبقى في لوكالايز انفكشن زي بتاع الدفتيريا. يقعد زي ما هو في مكانه يعمل الايه؟ الليجن او الدمج. ويروح بعت الايه؟ التوكسين. والتوكسين ده يسرح جوه السيركوليشن ويروح الحتت الايه؟ المطلوبه. يبقى دي توكسيميا. مجموعة امراض التوكسيميا عادة بتعتمد في الديزيز نفسه، يعتمد في الدايجنوز بتاع الكلينيشن وليس على المعمل. والكلينيشن شود ستارت تريتمنت وان سسبكت انه ده مرض ايه؟ توكسيميا. يبقى ده اول حاجة. اول حاجة نعرفها. والكلام ده انا قلته في الدفتيريا. يبقى والتريتمنت يستارت ايرلي وبرومبتلي ورابيدلي وادكوتلي باي انتي توكسين. باي انتي توكسين مش باي ايه؟ مش باي انتي بيوتيك. بالرغم ان الكوزاتيف ايجنت ايه؟ مايكرو اورجانيزم. لكن انا الصراع بين هنا وبين ايه؟ التوكسين. لان هيروح هيعمل لي الريفرز اكول دامج في الايه؟ في التارجت سايت. يبقى هنا عرفنا معلومه ثانيه انه دي توكسيميك ديزيز. مفيش سبتسيميا. الدياجنوزيس موستلي ديبيندز ابون ذا كلينيشن. ذا لاب دياجنوزيس از جاست كونفيرماتوري. تريتمنت شود بي ستارت ايرلي وبرومتلي رابيدلي اند ادكوتلي اند باي انتي توكسيك اند ذن باي انتي بايوتيك. ويبقى في اسوشيتد معاه سبورتيف تريتمنت او سيمتوماتيك تريتمنت. سبورتيف او سيمتوماتيك تريتمنت حاجه حسب. ها زي الدفتيريا. زي الدفتيريا. يبقى كله ده عملناه ايه؟ زي الدفتيريا. الحته الثانيه اللي اخدها من معلومه التوكسيك ديزيز انه البروفلاكسيس از ماتش مور بيتر ذان تريتمنت. وانهم كلهم او معظمهم بريفنتابل ديزيز. بريفنتابل يعني ممكن منعهم قبل حدوثهم. وما دام ممكن منعهم قبل حدوثهم يبقى بالفاكسين. ويبقى احسن لي بقى امنع قبل ما ايه؟ قبل ما يجي المرض. ولذلك لما ناخد سكيدول فاكسينيشن هتلاقي في مجموعه من الامراض ممكن تتجنب حدوثها قبل ما ايه تحصل. ودايما في الدول المتقدمه تلاقي الامراض دي ايراديكيتد. لكن في الدول اللي هي لسه نانيه ممكن تلاقي الامراض دي ايه موجوده. خلاص اتفهمنا الكلام ده؟ يبقى ليهم شويه كرايتيريا امراض التوكسيميك ديزيز اللي موجوده في الكوليستريديا. مفهوم يا شباب؟ لو جيت بدات في الكل ايه في الكوليستريديا بالذات قلت لك الاكسجين ليثل وتحب الحتة اللي فيها اكسجين ريدكشن بوتنشال واطي. يعني ايه؟ لو حطيتها في الهواء هي بطبيعتها مش هتنفع تروح عامله سبور لان الهواء هيبقى ليثا. فتتجنب العمليه دي فين؟ انها تعمل سبور. موست اوف كوليستريديا النورمال هابيتانس بتاعتها
الكولون الانتستين يبقى موجوده في الفيسز اوف بوث هيومن اند انيمال. يبقى موجوده فين؟ في الانتستين, في الكولون, تنزل مع الاسطول. معظم الاسطول موجود فيه ايه؟ كوليستريديا. حتى لو حبيت اعرف فيه كالبوليوشن, لو لقيت كوليستريديا وخصوصا البرفرنجس زي ما قال لكم الدكتور آصف, لو لقيت انتيروكوكاي في الميه اعرف انه ايه في فيك, ولا ما لكمش دي قالها لكم الوتر انتيروكوكاي او الستريبتوكوكال فيتاليس, دي انديكيتور اوف ووتر بوليوشن, فيك الووتر بوليوشن. من ضمنهم ثلاثه انديكيتور اعرفهم بالماء, اي ميه اجي احللها والاقي فيها ايكولا انتيروكوكاي او كوليستريديا بالفرنجس او ايكولاي, اعرف انها وصلها براز, اعرف ان وصلها ايه براز. يبقى دول انديكيتور في الفيروس. يبقى ساعتها هنقول 3 4 فيروس اعرف ان وصل الايه الميه دي براز. فهمت القصه دي؟ زي ما قلت لك الاكسجين از ليسن, بقول لك دلوقتي تحب بقى انه المكان اللي تكون موجود فيه ايه, اذروايز تبقى سبوريوليتد. طيب وما دام قلت في الفيسس وموجوده في الستولز, يبقى ممكن تبقى بقى تعمل كونتامينيشن لايه, عاده الفيسس بيجي في الارض, يبقى موجوده في السويل, في الدست, في التراب, في الووتر وهكذا. يبقى عرفنا انه الانفكشن ممكن يجي لي بقى من الاماكن دي. مش معقول واحد هياخد فيسس على طول, لا ده بياخدها عن طريق ايه, كونتامينيشن. دي جنرال بروبرتيز اوف كوليسترول. بس اللاي وجرام بوزيتيف وسبرفورمر وبلاجنوبليجات. طب في كاركتر لهم تاني, كلهم دول موتايل ما عدا البرفرنجز, كلهم سبور فورمر وكلهم كابسوليتد ما عدا البرفرنجز. يبقى نطلع بحته هنا شاذه شويه. يبقى لو حبيت اقسمها احط موتايل كلهم موتايل يعني ما عدا دي بقى نون موتايل, مش كده, وكابسوليت كلهم بقى موتايل ونون كابسوليت. خلاص, وده اللي بتتبين لي الفيكال بوليوشن. نبدا بالايه, كوليستريديا تيفانايت اللي هي الكوزاتيف ايجنت اوف تيتانس. كل المواصفات اللي انا قلتها تنطبق عليها, الا انها تلاقي المايكرو اورجانيزم تلاقيه صحيح هو بس اللايف, والسبوره الاقيه تيرمال وبانشد وسفيريكال وجرام بوزيتيف. في كبسول؟ لا. موتايل؟ ايوه. ايوه. يبقى ممكن يبقى فيها ايه؟ فلاجيلا. صح ولا لا؟ ايوه. يبقى متحركه, ممكن يبقى فيها فلاجيلا. الشكل ده يسموه درام ستيك ابييرنس. درام ستيك ابييرنس. درام زي الطبله. درام ستيك زي عصايه الطبله. يسموه درام. وانس ان انا ابص الاقي سبور وفيها تيرمينال. تيرمينال فور. لكن لو جيت دي الاقيها مثلا ايه, سب تيرم دي الاقيها كيرفت شويه وقصيره وسب تيرم, بس دي هلاقي فيها كبسوله اهو وما تطبقش عليها الموديل. دي تقريبا الكتيري نفس الايه, نفس الشكل بتاع الايه البوتولايد. يبقى ده اخذنا جيرم بروبرتيز بتاعت كل المايكرو اورجانيزم. لو بدات بقى بالايه, بالكوليستريديا تيتانايت. درامستيك ها عندها درامستيك. ايوه بص, قلت لك درامستيك ابييرنس كوليستريديا تيتانايت. كل المواصفات اللي انا قلتها دي تنطبق عليها. طيب دي ذا كوزاتيف ايجنت اوف تيتانوس. مرض التيتانوس ده بيجي ازاي؟ نتيجة انجري. طب الانجري ده ما كلنا بيحصل لنا انجري, بس انجري يبقى كونتامينيتد. طب يبقى كونتامينيتد بايه؟ حديد. كونتامينيتد بفيسس, حاجه فيها سبور, يا اما من الدست يا اما من السويل يا اما من الووتر, اي حاجه فيها, وخصوصا ملاعب ال ال الملاعب اللي هي اللي بيعملوا لها فيرتلايزيشن باي الاكسكريتا بتاعت الايه الانيمالز. عارفين الاسطبلات هيحصل فيها دايما فيها الاسطبلات. الفارمرز الحته اللي فيها ايه اللي بيعملوا فيرتلايزيشن للسويل باي فيسس, باي فيسس بتاعت الانيمال. مفهوم يا شباب؟ فممكن يجي الانفكشن عن طريق الدست
او يجي عن طريق الصيد، مفهوم؟ يبقى عايزين ايه؟ المود اوف انفكشن عن طريق بقى انجري. يبقى اول حاجه مود اوف انفكشن عن طريق انجري او وند. وند والوند ده يبقى ايه بقى؟ كونتامينيتد. الكونتامينيتد باي ايه؟ سبور فورمر اللي هو الشكل ده. حديثا بقى ممكن الوند ده ممكن يبقى سيرجيكال وند. سيرجيكال وند حصل كونتامينيشن للالات وفيها سبور، ممكن تعمل لي ايه؟ سيرجيكال وند، صح ولا لا؟ ممكن ناس عاديين اللي بيلعبوا كوره في الملاعب بتبقى مفروشه الارض، فجاه وند وجاه ايه؟ وقع ولا بتاع حصل ايه؟ ابريجن ولا بتاع، فممكن يجي له ايه؟ انفكشن، ممكن يجي الجماعه دول. ساعات يجي غير الوند يجي للجماعه اللي هم بيرسنج، اللي هو تيجي تعمل بيرسنج عشان للبنات بالذات. سيركمسيجن اللي هو عمليه الطهاره، عارفين الطهاره؟ سيركمسيجن. او يجي للجماعه النيونيتال نتيجه الاستامب بتاعت الامبلايكس القابله، وهي في البد ولا بتاع بتروح اصل ايه؟ الامبلايكال كورد. فالحته الاستامب دي المقص نفسه يكون فيه ايه؟ ملوث، فيه سبور، مفهوم؟ الجلادياتورز او اللي يسموهم البلايرز اللي هم المصارعين، المصارعين اللي هم على الحلبة ممكن يجيلوا العمليات. واحد بيلعب في ودنه بعود كبريت ولا بتاع وده كان ملوث، فشفناه بيعمل كده، فممكن يجي دي. في حاجه اسمها بيربورال تيتانوس. ساعات الستات اللي هم عندهم الليجال بريجنسي بتحصل في بعض البلاد وبتحصل عندنا في مصر، تيجي تدخل اي حاجه فوق عشان تعمل حركه كده زي البروب اللي بيدخله الدكتور، فتعمل بس الريتيشن لليوترس فيروح طارد الايه؟ طارد الجنين. يسموها ايه؟ سيبتك الليجال ابورشن، يعني هي عايزه تسقط نفسها فتعمل اي حاجه. اي حاجه في مصر يجيب حاجه زي عود ملوخيه، عارف العود الملوخيه؟ ها الفلاحين يعملوا كده، عارف الملوخيه؟ ها بيبقى لها عود كده تدخله وتلعب شويه يروح ايه الجنين صار يجي لها بقى ايه؟ تيتانس. التيتانس ده فيري دينجرس وفيتال ديزيز، مفهوم يا شباب؟ المايكرو اورجانيزم الفيريولنس فاكتورز اللي فيه ايه؟ هل عنده مقدره ان هو يتغلغل؟ قلنا لا، ده بيطلع توكسين، والتوكسين ده اسمه تيتانو حسب الاسم بتاعه. تيتانو سبازمي، وفي تيتانو لايسي زي ما الاسم يعني، تيتانو سبازمين يعني يعمل سباستيك كونتراكشن، مش كده؟ لايسين يعني بيكسر الخلايا، صح؟ تيتانو سبازمين او تيتانو لايسي. يحصل الانجري وتفر الانجري حصل فين؟ يعني مثلا انا عندي ادي السكين اهو وفي تحت منه المصل وحصل الانجري، طبعا هنا في نيرز بتوصل هنا للايه؟ للسي ان اس، مش كده ولا ايه؟ يا اما كرانيال وانترميديت وبعدين ايه الاف، مش كده ولا ايه؟ المايكرو اورجانيزم عد مكانه في الحته دي، خصوصا اذا كان معاه بايوجينيك انفكشن. بيبقى في بايوجينيك انفكشن اذا كانت بكتيريا، تعمل ايه بقى؟ تستهلك كل الاكسجين اللي موجود في الحته دي، فيحصل ايه؟ الاتموسفير يبقى كويس بالنسبه له، وخصوصا اذا كان ديب شويه، يبتدي يعمل ايه بقى؟ يخرج توكسين، يحصل له فيجيتيشن. فيجيتيشن يعني في ايه بقى؟ ميتابوليك بروسس، يعني يطلع لي بقى ايه؟ التيتانوسباسمين والتيتانولايسين. ممكن التيتانوسباسمين يدخل جوه السيركوليشن او ممكن يمشي لغايه ما يوصل للنيورون. في حته اسمها رينش هاو سيلز او بيريسينابتك سيلز، الحته دي بتفرز ماده اسمها جلايسين وحاجه اسمها الجابا. جابا اختصار كلمه جاما امينو، جاما امينو بيوتيريك اسيد وجلايسين. انتوا كده اخذتوا في الفسيولوجي او اخذتوا في الفارماكولوجي انه الماده دي مسؤول كيميكال ميدييتورز او نيورو ميدييتورز او نيورو كيميكال سبستانس، دي مسؤول عن ايه؟ مسؤول انها بتعمل انهيبيشن، فبيحصل ان اكتيفيشن او بلوكينج اوف جاما والجلايسين، فتسيب المصل تحت سيطره مين؟ الكونتراكشن الاسيتايل كولين. يبقى حصل ايه؟ سباستيك سستين كونتراكشن.
يبقى الميكانيزم اوف اكشن انجري كونتامينيتد فيجيتيشن اوف ذا سبور سكريشن اوف توكسين توكسين سيركوليت اور ريتروجريد رايزنج ترانسبورت عن طريق النير ويوصل للايه بيري سينابتيك او الجانجليوسايد اللي موجوده يروح منع لي بقى ايه الكيميكال ترانسميتر اسمه ايه بقى جلايسين او جابا او جابا جابا اللي هي ايه جاما امينو بيوتيريك اسيد دي مسؤول عن ايه بقى الانهبيتور امبالسز منعت انت الانهبيتور امبالسز مين بقى اللي ياخد الابر هاند عشان نصل كونتراكشن ها الاكسيتاتور امبالسز فتعمل لي بقى سستيند كونتراكشن يفضل الجسم في حاله سستيند كونتراكشن تبص تلاقي مريض التتراس يجيله على طول ايه كونتراكشن ممكن الكونتراكشن ده يجي في الكرانيال نيرفز وممكن يجي في السباينال يعني يبقى سيريبرال او بالبر بالبر يعني برضه سيريبرال او ممكن يكون سباينال او بالبر سيريبرال تنتهي بايه بقى القصه دي تنتهي بالسبيراتور فيلير او كاردياك فيلير وخلافه عاده وانس ان المانيفيستيشن حصلت يبقى على طول ايه الريفرسابل الريفرسابل ولذلك اما يجي لي واحد بقى عنده جرح وعرفت انه فيه هيستوري اوف كونتامينيشن اول حاجه اعملها معاه ايه باخد العينه صحيح باخد العينه من الجرح اللي هو من السيرو واروح موديها فين بقى اوديها المعمل لا لكن ستارت الايه التريتمنت بالباي باي وات بس اي انتي توكسيك زي عمليه الدفتيريا بالظبط يبقى المسؤوليه مسؤوليه الكلينيشن لو تاخر في الدايجنوزس يبقى دي ايه مسؤوليته انا بقى بروح باعت بقى للمعمل المعمل بقى يشوف ايه يصبغ بالجرام ستيك يلاقي له الدرام ستيك ابييرنس سبور فورمر جرام بوزيتيف موتايل مايكرو اورجانيزم صح ولا لا اعمل لها بايوكيميكال رياكشن اللي بتعمل لي فيرمنتيشن موست اوف شوجر موست اوف شوجر فبيعمل يحصل فيرمنتيشن للشوجر اقدر اشوف الايه الاذر تيست ممكن اعمل لها اميونو فلوريسنت تكنيك اعمل لها ديتكشن بس هو ما انتظرش بقى الايه الديتكشن شود ستارت تريتمنت باي انتي توكسين بس كده لا ينظف الجرح كمان يعمل ديبرايدمنت يعمل اكسجن الجرح نفسه ينظفه ويشيل الفورين بوديز اذا كانت موجوده ويتعامل مع الجرح كما لو كان سيرجن يتعامل مع الجرح كما لو كان سيرجن بس نتاكد انه عطى الانتي توكسين طيب بس ندي الانتي توكسين لا ندي حاجه ثاني انتي بايوتيك بنسلين او مترونيدازول ليه هم دراج اوف تشويس في العمليات علشان اموت المايكرو اورجانيزم او اوقف نموه ومن ثم عملية التكاثر بتاعته ما تتمش ومن ثم السكريشن اوف انتي اوف توكسين تيتانوسباسمين وتيتانوسباسمين تتوقف مظبوط ولا لا واديله بقى السبورت تريتمنت زي سيدته لانه بيبقى في حاله تشنج مستمره حاله تشنج مستمره ايوه اي ستيميوليشن بتعمل له عمليه تشنج طب بروفيلاكسيس ايه بروفيلاكسيس فاكسين قلتها انا بدل فاكسين ايه الفاكسين بقى البكتيريا ولا ايه حاجه الدفتيريا اللي مع الدفتيريا ايوه ايه اسمه ايه بقى دي تي بي دي تي بي ايوه اسمه ايه اصلا الفاكسين دي تي بي توكسين يعني باخد الشركه بقى بتاخد المايكرو اورجانيزم وتربيه وتطلع منه التوكسين وتحط له فورمالين عشان يتحول لايه توكسين وترسبه على بارتكل زي ايه فوسفيت او او فوسفيت او الم برسيبيتيتد كلورايد او اي بارتكل عشان ايه ياكت از ادجنت فبعمل حاجه اسمها توكسويد بندي الثلاثه مع بعض الدي تي بي الدي تي بكتيريا تيتانوس بيرتاسس بيرتاسس بندي عند شهر كام اثنين اربعة ستة وبعدهم عنده 18 وبعدين بري سكول ايج وبعد ما يدخل المدرسة الجماعة اللي هم سسبتابل كل خمس سنين اديهم ايه بوستر دوز اللي هم السولجر البلايرز جلادياتورز والفلاحين اللي هم بيشتغلوا في الارياف الجماعة اللي بيشتغلوا مع الخيول وخلافه اتفهمت ولا ما اتفهمتش طيب الحوامل بصفة عامة وكانت في حملة هنا في السعودية أو ما زالت موجودة موجودة في البلاد بتاعتنا دايما الحوامل بننبههم قبل ما يولدهم نعمل لهم إيه ندولهم بوستر دوز
بوستر. هم ممكن يكون ما عندهاش حاجة بس بندي أز إيه بوستر دوز مش عشان خطرها، عشان خطر مين بيبي وهو نازل ممكن بقى يحصل له كونتامينيشن من الفيسس وخلافه، فنعمل إيه؟ يبقى واخد إميونوغلوبولينز من عن طريق الأم، يبقى عنده إميونيتي عن طريق الأم، لأن أذروايز هيجيله حاجة اسمها إيه؟ تيتانس نيو ناتورا. تيتانس إيه بقى؟ نيو ناتورا، نتيجة يا إما عملت السيركم سيجن أو نتيجة الإيه؟ الأمبلايكا السطام. ده بالنسبة للتريتمنت قلت لك عليه، وبالنسبة للبروتكشن ونقدر نعمل بروتكشن اوريدي للام وللطفل والنورمال سكيل اوف النورمال سكيدول النورمال سكيدول اوف فاكسينيشن اللي احنا بناخده. وقلت لك ده حلمونا كله في دفتر، في دفتر بتاع عاملاه وزاره الصحه بحيث اللي يسموه مانداتوري فاكسينيشن. مانداتوري يعني حاجه اجباريه، ما يقدرش الطفل يدخل مدرسه او يتحرك او يروح غير لما يجيب ايه ما يفيد ان هو اتحصن ضد مجموعه من الامراض. هنا في السعوديه حوالي 15 مرض، لان السعوديه ماشيه مع النظام الامريكي، يعني اي فاكسين بيجي حديث هي بتدخله. السنه دي السنه اللي فاتت اخر السنه اللي فاتت دخلت 2 فاكسين كويسين جدا، ودي كلها فاكسينات غاليه جدا، يعني بتفيد المواطنين وبتمنع عمليه الايه الديزيز من الاصل. اما جيت انا من كذا سنه كانوا كلهم حوالي 10 فاكسينات او 9 فاكسينات، كل شويه بتزيد الايه الفاكسين على اساس ايه تدي مور بروتكشن للبوبوليشن. كده يبقى انا خلصت الايه التيتانس من ناحيه الدايجنوز والتريتمنت والمرض الثاني. بقى النوع الثاني كوليستيريديا بيرفرينجس، وده ذا بوزيتيف ايجنت اوف مرض اسمه جاز جانجرين. في حاجات هيستوريكال على فكره في التيتانس تشوفوها في الكتب القديمه موجوده، بس احنا دلوقتي مر لسه نادر بقى ما بيجي الحاجات دي. تلاقي يجي لك يسموه ساعات لوك جو، لوك المرض نفسه التيتانس ده يسموه ايه بقى لوك جو، عشان ممكن دي تقراها في الكتاب او ممكن انزلها لك بطريقه شوف الطالب اللي حضر بقى لوك جو. لوك جو يعني قافل، لان حصل باراليسس للمصر. على فكره الباراليسس ده ممكن يبقى سباستيك او فلاسيك، عارف في انواع الباراليسس اخذتوها في الفارما يا اما سباستيك يعني متشنج، يا اما فلاسيك يعني مرتخي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ سباستيك او فلاسيك. هنا قلنا سباستيك باراليسس لو الكونتراكشن، ساعات يسموه لوك جو وتشوفوها في الكتب، لان الحروب زمان كان بتحصل ويحصل كونتامينيشن لهذه الجروح، فكانت يحصل مقاسي. تبص تلاقي راح عمل له لوك جو راح قافل ليه المصيطه المصر نفسها، تبص تلاقي راح عملت كونتراكشن ما يقدرش يفتح ايه ما يفتحش بقه خالص، يسموه لوك جو. مفهوم يا شباب؟ وساعات كانوا يسموه رايزس ساردونيكس. رايزس ساردونيكس يعني اذا تلاقي المريض بتشوفه في الكتب مبتسم كده على طول، هو مش مبتسم، ده هو عنده الفيشيال ماسلز حصل فيها باراليسس ومش قادر يتحرك، ففتح بقه على طول تبص تلاقيه مبتسم. وساعات يجي له حاجه اسمها باك اركينج او باك بيندينج، تبص تلاقيه متني ظهر، بدل ما احنا بنعمل كده هو يتنى بالعكس، اسمها باللاتين اوبوسيتونوز اوبوسيتونوز، ويحصل له هايبر ريفلكسيا. قلت لك الهايبر ريفلكسيا اي حاجه بتثيره على طول هايبر ريفلكسيا. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن واحد يقول لك ايه هو اللوك جو، تعرف انه ايه التيتانس، ايه هو الاوبوسيتونوز يبقى هو التيتانس، ايه هو رايزس ساردونيكس رايزس ساردونيكس دي اسماء لنفس الايه نفس الايه دي جبتها سؤال السنة اللي فاتت في صورة كيس للطلبة، يعني كيس مريض حصل له كذا كذا كذا، وحطيت عليها تحت منها 6 أو 7 أسئلة MCQ. اللي ما يعرفش الكي في الأول الكي بتاع ده إيه؟ واحد حصل له إنجري كونتامينيشن فولد باي شوية مانيفستيشن. لو ما عرفتهاش مش هتعرف تجاوب الإيه الأسئلة،
المايكرو اورجانيزم يا اما كذا يا كذا كذا تروح مختاره. المواصفات بتاعته يا اما تشاينيز ليتر يا اما جرام ستيك يا اما ابنورمال ارينجمنت يا اما كلاستر لايك. تختار واحده من دول. اسئله خفيفه ولا مش خفيفه؟ خفيفه جدا. خفيفه هيبقى فاهم العمليه. في حاله جبناها للطلبه السنه. طيب اللي بعده بقى المايكرو اورجانيزم اللي بعده مين هو بقى؟ بالفرنجز بيدينا حاجه اسمها جاز جانجرين. جاز الغرغرينه يعني جاز جانجرين. وبيديني كمان فود بويزن حقينا بويزن. بس ابدا بالجاز جانجرين. جاز جانجرين كلمه جاز يعني في غازات يعني في فرمنتيشن طالع جاز. لانه كلهم بيعتمدوا كل الانيروبيك ما بيعتمدوش على الاكسيديشن فوسفوريليشن في السايكل بيعتمدوا على الفرمنتيشن. واي فرمنتيشن يبقى فولود باي ايه؟ باي جاز مش كده؟ اي فرمنتيشن فولود باي جاز. ومعظمهم يعمل فرمنتيشن للشوجر والستارش وخلافه مفهوم؟ فبيعمل لي جاز. كلمه جاز جانجرين يعني ايه؟ يعني ديث اوف تيشو. كلمه جانجرين نتيجه ايه؟ كات اوف بلاد سبلاي. يبقى عندي بقى الكلمة تعني المرض. جاز يعني ايه؟ هلاقي فيه جاز ولاقي فيه ايه؟ جانجرين. يعني توكس نيكروتيك تيشو موجودة. نفس القصة بتاعت الايه؟ نفس القصة بتاعت التيترس. بس هنا الوند بيكون ديبلي لسيريتد وند. وفي فورين بوديز زي الاكسيدنت مثلا كار اكسيدنت. زي الور وونز اللي هي الحاجات الايه؟ الخطيرة. تبص تلاقي حصل كراشنج. يبقى حصل لاسيريتد وند ورن متهتك. تلاقي المصر كلها ايه؟ مقطوعه. مش بقى حاجه سوبرفيشال. تلاقيها ايه؟ ديبلي لاسيريتد وند. المايكرو اورجانيزم تعرف المواصفات بتاعته. ده هايلي فيرمنتر. يفرمنت كل انواع الايه؟ الشوجر الجلوكوز والمالتوز والسكروز وخلافه. ويفرمنت كمان الاستراش. ويفرمنت كمان الجلايكوجين اللي موجود فين؟ في المصر. اللي موجود في المصر. فيدخل بقى بس يحب ايه بقى؟ ديب. يبقى فيري ديب. ما يبقاش سوبرفيشال زي الثاني. الثاني اي ممكن حته بس ضفرك عملت كده ممكن والملوث الباص ممكن يعمل التترس. فعلى طول تاخد الايه فده بقى عايز بقى ايه كار اكسيدنت او فيري لاسيريتد ووند واسوشيتد فورم بودي زي بوليت زي ستاب ووند زي حاجه فيها متهتكه. فيدخل المايكرو اورجانيزم ويبقى ديب. بيدخل معاه كمان مايكرو اورجانيزم ايه ثاني بايوجينيك. في حقيقة مع البلفرينجس في أدر مايكرو أورجانيزم الكوليستريديا زي مثلا سبوروجينز. في نوع تاني اسمه جنبه من سبوروجين. مش عايز أدخل بالتفاصيل بس أنا بتكلم على بالذات اللي هو إيه البلفرينجس. البلفرينجس ده عنده مقدرة إنه يطلع مش بقى الجابا مش ميكانيزم عن طريق الجابا أو عن طريق الجلايسين. لا ده عنده حاجه يطلع ليسيسينيز انزيم ليسيسينيز وده بيعتبره توكسيك. ليه؟ ده بيكسر لي السيتوبلازم الكوميورين بتاع الخليه ويطلع لي نكروتيك توكسيك يعني سيتوليتيك توكسيك ويطلع لي توكسين يكسر كولاجينيز وبروتييز. يبقى عندي مجموعتين من التوكسين موجودين مجموعتين من الفيريونس فاكتور ساكاروليتيك فيريونس فاكتورز ساكاروليتيك يعني بتكسر لي ايه بقى الحاجات السكريات كلها. وعنده بروتيوليتيك يبقى عنده تو فاريونس فاكتور ساكاروليتيك وبروتيوليتيك. ادي الليمبا اهو الليمبا اهو حصل لاسيريشن دخل المايكرو اورجانيزم بقى دي هو اصلا كان سبور فورم. في هنا اكسجين؟ لا ما فيش اكسجين. يبتدي هو بقى يعمل ايه فيجيتيشن. واللي بيساعد انه مفيش اكسجين انه دي ودي فايتلايز ونفس التيشوز ديد كلها ديد. ولذلك ساعات بنلجا للامبيوتيشن نعمل نقطع التيشو وساعات نلاقيها كلها دي فايتلايز نامبيوتيت على طول لان ده هيعمل لي جاز جانجرين. ده فريق ايه فريق ده يسكريت بقى الليسيسينيز والتيتا توكسين بروتيوليتيك انزايم سكاروليتيك انزايم. فعنده مجموعه من الانزايم. ولذلك انا بكشف عليه بطريقتين اشوفه تحت الميكروسكوب الاقيه كابسوليتد ونانو تايب زي ما اتفقنا.
كده ولا ايه؟ لو بره هلاقي سبور فورم صح ولا لا؟ لكن لو حطيته زرعته مثلا على حاجه اسمها ليتمس ميلك، ليتمس ميلك عارفين الميلك العادي بتاعنا ده في جلاكتوز ولا ايه؟ وحط له ليتمس ايه؟ ليتمس سوليوشن، وروح زرعه على الميلك كونتيننج ليتمس سوليوشن، ابص الاقيه عمل ايه؟ عمل سيفير فيرمنتيشن، فيرمنتيشن اكسسيف فيرمنتيشن، لدرجه ان الجهاز طلعت فوق وبقت ايه؟ مليانه جاز. دايما الملك بتلاقي فيه طبقه قشطه من فوق مش كده ولا ايه؟ سيبه ها؟ ايوه صح. تبص تلاقي راح ايه مفرقع طبقه القشطه دي بقت ايه كلها هواء، بقى طالع كده موجوده هنا وده كله مليان هواء. يسموا العمليه دي ستورمي كلوت، ستورمي كلوت ابييرنس. يعني ايه ستورمي كلوت؟ يعني قدر يعمل فيرمنتيشن بالجلاكتوز اللي موجود في الملك اللي عليه ليتمس بيبر لدرجه ايه بقى؟ عمل انفجار جوه الجهاز اتلمت، عملت ايه؟ انفجار. انا بقول الحته دي ليه؟ لان هتخدمني في عمليه الباثو جينيسيس وازاي الديزيز بيحصل. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ فحصل فيرمنتيشن، حصل اكيوميليشن اوف جازز لدرجه انها راحت ايه؟ عملت لي ستورم كليت ابييرنس للليتمس بيبر. ادي اول حاجه. ساعات ازرعه على طبق فيه اجار، فيه يوك ايج، اجار يوك ايج على طبق، طبق اجار كده بس موجود فيه ايه؟ اليوك ايج الصفار بتاع دي. هو بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي المايكرو اورجانيزم ليسيسينيز مش كده؟ ليسيسينيز، فبيكسر الليسيسين الموجود في الايه؟ في الخلايا. ابص الاقي الكولوني طلعت كولوني وحوالين منها فيها اوباليسنس، اوباليس ابييرنس. يسموا العمليه دي ايه؟ نادلر رياكشن، نادلر رياكشن. يبقى في تو تيست ممكن اعرفه على طول، دي ازرعه يا اما على ليتمس ميلك ميديا يديني ستورم كلوت ابييرنس، او ازرعه على ايه؟ على اليوك، يوك اجار يديني اوباليسنس حوالين منها. ليه؟ طلع الليسيسينيز راح مكسر لي الليسيسين فعمل لي بريسيبيتيشن، عمل لي بريسيبيتيشن. ممكن اعرف العمليات امن على العمليه ازاي؟ احط معاه ايه؟ انتي توكسين، انتي ليسيسين. تبص تلاقيه ما عملش العمليه دي، ومعنى كده ان الميكرو اورجانيزم ده ايه؟ بيطلع ايه؟ ليسيسينيز. اعرف انه على طول ده كوليستيريديا بيرفيجنس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى في توست اللي ممكن اعمله ستورم كليت ابييرنس او نادلر رياكشن على الجينو باريسس على الاجيو اجار ميديا. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ الكلمه دي هتخدمني في حاجه ثانيه. انا قلت لك ليه تو، ليه تو اكشن، حاجه اسمها ساكاروليتيك وبروتيوليتيك، ساكاروليتيك وبروتيوليتيك. دخل جوه الدي اهو، ادي مثلا دي ثاي مثلا، ودخل عمل لي لاسريشن. ده في ساكاروليتين يعني بيكسر لي السكر ويطلع لي ايه؟ جاز كده. وفي بروتيوليتيك يعني بيكسر البروتين ويطلع لي نكروتيك تيشو. نبدا الاول بالجاز. دخل عمل فيرمنتيشن جلايكوجين وكل الشجر اللي موجوده في مصر، يترتب عليها ايه بقى؟ اللي احنا قلناه جاز مش كده؟ الجاز ده يروح عامل ديستينشن اوف ذا مصل. المصل فيه سيركولين مالشيس حوالين منها، وفي الياف بقى بتاعت المصل عن طريق السيركولين مالشيس داخل بلاد سبلاي. اما يعمل ديستينشن وتبقى ديستندد تتبلى هوا ولا لا؟ تروح مفرقعه الكابيلرز، يبقى في بلاد سبلاي، يبقى في كاتو بلاد سبلاي. يبقى نفعت العمليات دي، نفعته كويس ولا لا؟ البلاد سبلاي يعني في اكسجين، يبقى عمل لي دي فيتاليزيشن كمان ايه للمصل. يبتدي يعمل ساكاروليتيك اكشن يطلع لي الجاز، الجاز يعمل اكستنشن. ولذلك ايرلي اما يجي المريض الاقي رجله منفوخه، رجله منفوخه، احط اصبعي كده عليها الاقي حاجه اسمها كريبيتيشن. كريبيتيشن سمعتوا عنها الكلمه دي؟ سمعتوا عنها يعني في هواء. كريبيتيشن سمعناها، ريبيتيشن نتيجة ايه؟ الديستنشن اوف ذا مصل وكات اوف بلاد سبلاي. ده حقيقة الجو لمين بقى؟ للبروتيوليتيك انزايم.
يبقى يجي لي المريض الاول عنده ديستنشن واحط صباعي الاقي السكن مشدود لان فيه هواء، لو حطيت ابره كده على طول تطلع هواء. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ طب تيجي البروتيليتيك انزايم تعمل لي بقى بريكنج داون اوف ذا بروتين، بريكنج داون اوف ذا بروتين، لان البروتين اصلا ميت بقى، فتبتدي تشتغل تموت لي كل الخلايا من ناحيه البروتين، توقف البروتين سينثيسيس، يطلع لي بقى ريحه فاول سميل نتيجه ايه؟ هيدروجين سلفايد، هيدروجين سلفايد، وتلاقيها اسودت. عارف ريحه البيوتريفاكشن؟ شميتوها الهيدروجين في الكيمياء ولا ما شميتوهوش ولا ما عملتوهوش؟ احنا كنا واحنا طلبه المعمل نفسه يتقلق واحنا جايين في الطرقه، تبص لها ريحه على طول دي هيدروجين ايه؟ سلفايد، زي ما يكون حاجه منتنه او معفنه. ساعات تروح لجزار، تروح لجزار تلاقي معلق اللحمه، اللحمه المفروض تبقى فريش، تبص تلاقي اللحمه ايه حتت منها في الاطراف سودة. سودة ليه؟ لان حصل لها انفكشن وحصل بيتريفاكشن. تعرف ان اللحمه دي فاسده ما تنفعش، مفهومه مش مفهومه، ابتدى يحصل فيها، فبيحصل لي بروتيوليتيك انزيم تكسر لي بقى بقت الايه البروتين، تنتهي بايه؟ بلاك بقى كلر، بلاك هيدروجين بيرسلفايد، يبقى ديستندنت كريبيتيشن بلاك كلر وبيتريفايد اودر، شم اودر، ولذلك اسمه جاز جنجرين، لان في انواع ثانيه من الجنجرين زي بتاعت بس الدايبيتيك جنجرين ده قصه واحده، لا ده اصعب بقى، ده اسمه جاز جنجرين. عرفنا ازاي بيحصل ميكانيزم، يبقى انفكشن، بس الانفكشن ده عن طريق ديبلي لاسيريتد ديفيتالايز تيشو، يحصل فيجيتيشن لسبور فورمر مايكرو اورجانيزم، تطلع لي الانزيمز كولاجينيز والليسيسينيز اهم حاجه، في ساكاروليتيك افكت وفي بروتيوليتيك افكت. الساكاروليتيك تعمل لي فيرمنتيشن لل الكربوهيدرات او الجلايكوجين او الشوجر وات ايفر، ده يعمل لي ديستنشن اوف جاز برودكشن وديستنشن، يزود الكات اوف بلاد سبلاي، يعمل دي فيتاليزيشن، البروتيوليتيك انزيم تبتدي او التوكس تبتدي تشتغل، فتكسر تعمل لي بروتيوليزيس للمصل، تبص تلاقي المصل في الاخر كلها اسود بقت سودة، وتلاقي رجل الشخص ما شفتهاش في الافلام يقول لك في الحروب تعمل بقى نكروزز وتعمل ديس، يبتدي يعمل بقى ايه، ممكن ده بقى عايز علاج امبيوتيشن. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ للاسف مفيش فاكسين ليها، مفيش فاكسين ليها، بيعملوا انتي بوديز، هي كذا نوع يعني، يعمل انتي بوديز او ميونوجلوبلينز، ودي ما بتبقاش افكتيف. اما بيجي لي المريض على طول بعمل له، بتعامل معاه على اساس انه عنده العمليه باينه يعني هيستوري اوف انجر ودي فيتاليز في حادثة جاي على طول، اعمل ديبرايدمنت، ديبرايد يعني اكسيجن اوف ذا ريد تيشو، ديبرايدمنت ما اعرفش سمعتوا عنه اسمه ده ديبرايدمنت اكسيجن، ايوه اكسيجن او ريموفال اوف ذا ديد تيشو، ونظر اذا كان في فورين بوديز اطلعها، كل حاجه من الحاجات دي وممكن احط حوالين منه اميونوجلوبولينز حوالين الجرح اميونوجلوبولينز، وممكن اعمل هايبر باريك اوكسجين، هايبر باريك الليمب نفسه يتحط في حته ايه مليانه ايه اوكسجين، اوكسجين الاوكسجين ده هيضر الميكرو اورجانيزم ولا هيموتها؟ ودي برضه مش عايز تشخيص معملي، بتبعت للمعمل يعمل التو تيست دول ويقول لك، لكن ده ما تتوقفش على الايه؟ على المعمل. اذا كان الليمب ضايع خالص روح اعمل له ايه؟ كومبيتيشن. ده يبقى خلصنا من الجاز جانجرين. طيب بيعمل مرض ثاني اسمه فود بويزن، ده نتيجه كونسامشن اوف فود. في نوعين منه، في انتيرو توكسيكيشن، فود انتيرو توكسيكيشن ده بيسموه ميت جريفي ديش. ميت جريفي، جريفي يعني ايه؟ الصوص اللي مع الميت، الصوص اللي لا لا جريفي، جريفي يعني ايه؟ يعني قبر، 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 جريفي، جريفي، جريفي بس ميت جريفي يعني يؤدي الى القبر. الله جاي من الجريف، ما انا قلت لكم في الدفتيريا، ايوه قلتوا في دفتيريا الاعلى اكبر واحده مين؟ جريفز، دفتيريا جريفز وانترميديس ومايتس وبالفانتي، ما قلت لكم انا جريفز بيديني انتيرو كولايتس، وفي واحد ثاني بيديني هيموراجيك انتيرو كولايتس، هيموراجيك انتيرو كولايتس.
وعندي تو ديزيز مدينه فود بويزنينج. في حاجه حديثه حصلت هتيجي في التتر، هتيجي في البوتوليزم، وممكن تتقال في الايه، احنا عندنا الطهاره وعندنا القطع ده اللي بيعمل فوق، مش كده؟ في امريكا بقى في حاجه بتحصل بقى، الجماعه النيجروز بيستعملوا حاجه دي في التترس، بس انا كنت ماجلها الى اقولها مع البوتوليزم. الجماعه النيجروز بيستعملوا، بيبقوا ادكت، دراج ادكت، وبيستعملوا هيروين، والهيروين ده اسمه طار، اسمه ايه؟ طار هيروين، طار بلاك هيروين، من النوع الرديء الرخيص. تلاقيهم ايه النوع الرديء، يعني احط انواع الهيروين، وعشان يستمتع بيه ما بقتش بقى عمليه الشم هي اللي ايه تنفع، هي اللي تكفيه، ده هو عايز يمص على الاخر، فيجي كده على السكين بتاعه ويروح ايه في بنكشر، في ابره، مجموعه ابر، يحط كده الايه البودره، البودرة السيئة بتاعة الهيروين ده بيسموها بقول لك طار هيروين، ويروح ايه مغرز فيها، فيبتدي الجسم ايه يمص، فيحس بلذة ايه لذة اكتر، ياخدوا الابر دي من بعضها، الابرة دي ممكن تقع في الارض، ياخد ايه تبقى واخدة الايه السبور بتاعة التترس، تبص لها حصل له تترس، شوف هو حصل له تترس نتيجة ايه، وهنا بيحصل تترس نتيجة ايه، نتيجة مثلا هنا كونتامينيشن مش عارف، لكن هناك تترس نتيجة المتعة. واللي حضروا امبارح معايا المعمل قلت لك كل ما الامراض، كل الامراض اللي ليك حيله فيها، الناس الطيبين لا، الامراض اللي ليك حيله فيها ربنا سبحانه وتعالى ما 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 يساعدكش فيها، زي امراض الجنسيه، انت ليك حيله، ليك حيله يعني ايه؟ يعني ممكن تقي نفسك ببساطه، ما تجيش، ما تعملش حاجه الليجل، ما تبصش خلاص، مش كده؟ وقلنا على الجنورية ده ليك حيلة انك انت تبع الامراض اللي مالكش حيلة فيها، اللي هي عن طريق دروبلت، عن طريق الاكل، عن طريق خلافه، تلاقي ليها تريتمنت، والتريتمنت ايه؟ سهل، يعني تبقى بريفنتبل، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فبيعملوا حاجة في امريكا قلتها لك وحولها لك تاني في البتاع ده، اسمها سكين بوبي، سكين بوبي، سكين بوبي اللي هو ايه عمليه الايه implantation of the heroin the black او طار heroin على السكين، وابتدي يعمل ايه بنشر فيه في السكين، ويحصل عمليه، تبص تلاقي لا يحكي حكايه جرح ولا جاله حادثه ولا جاله اي حاجه، وعنده ايه وعنده تيتانس. فاهم القصه دي؟ لان ممكن تلاقيها برضو بعد كده. كده انا خلصت من التيتراي والبيرفرنجز. البيتوليزم كفاية عليكم ولا شبعتم يعني؟ خلاص عشان ما نزعلش.